إذن مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كنت واجدو أمام إحدى تكنات الوقاية المدنية، والسؤال اللي غادي نطرحوه: شنو رأيكم في الناس اللي كيتصلوا برقم 15 ديال الوقاية المدنية من أجل التسلي أو الاستهزاء أو الضحك وربما التحرش، كيف ما عينت قناة شوف تي في وحسب الفيديو اللي تم البث ديالو عدد كبير من المواطنين والمواطنات كيتصلوا بهذا الرقم 15 من أجل الضحك والتسلي، وعدد كبير من أجل الاستهزاء أو التحرش كما نقول. إذا شنو رأيكم أن هذه المجموعة ديال المواطنين في نظركم كيفاش أن شخص كيعطيه راسه وكيفكر انه يعيط لواحد الرقم اللي رقم حيوي وديال قطاع حيوي وديال واحد الناس اللي كيخدموا على الاعصاب ديالهم، واللي في اي لحظه خاصهم يكونوا موجودين من اجل مواجهه الموت، انك تصل بهم وتستهزئ بهم وتقول لهم الو، كيف ما بثت قناة شوف تي في على الفيديو اللي تنشر يومه يعني اليوم الاحد، راه شاعله شاعله ملي كيقول لك فين، كتسبو وكتقول له شي كلمات نابيه. علاش؟ لانكم نتوما واحد المجموعه ديال الناس جالسين كتضحكوا كتستهزئوا ربما في حاله عاديه او في حاله غير عاديه. اش غادي نديرو؟ غنتصلو برقم 15 او رقم 19 ونستهزئو بهاد الناس اللي مخلين وليداتهم، مخلين عيالاتهم، مخلين الاسر ديالهم، وجايين باش يقوموا بالواجب ديالهم اولا، والواجب الوطني من اجل حماية المواطنين في الارواح ديالهم وفي الأرزاق ديالهم وفي الممتلكات ديالهم، كيف ما عينت وعينت قناة شوف تي في شي ناس كيعيطوا، مجموعة كبيرة ديال الناس اللي كيعيطوا برقم 15 كيعطيو الوليد صغير تليفون وكيبقى يهضر مع الناس ديال الوقاية المدنية، بحال إلا ملي كيبغيو يلهيو ولدهم الصغير كيعطيو التليفون وكيدوزو لرقم 15. حشومة حشومة وعيب وعار، راك تقدر تسبب في الموت ديال أناس آخرين محتاجين للوقاية المدنية، محتاجين أن هذاك الشخص يجاوبهم، وأنت ذاك الساعات هذاك الوقت راك شاغل الخط، ويقدر يكون الضحية واحد من الأقارب ديالك، يقدر يكون باك، يقدر يكون الأم ديالك، يقدر يكون أختك أو أخوك أو ولدك اللي معيش معك في الدار، وانت عاطي التليفون لواحد الوليد صغير كتقول له هاك استهزأ بهاد الناس، هادوك الناس اللي اصلا جايين لتما باش يحميوك ويحميوني ويحميو الاخر ويحميو المغاربة كاملين. حنا جينا تعمدنا باش نوقفو امام تكانة ديال الوقاية المدنية هنا بمدينة الدار البيضاء، باش نبينو لكم بان هاد الناس راهم على كامل الاستعداد باش يدخلوا في اي وقت من اجل انقاذنا جميعا من اي مصيبة لا قدر الله. وكيشفتو
الناس ديال الوقاية المدنية كانوا أول وحدين كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كورونا، ودائما ماشي كنشكرهم مجاملة، ولكن هذا الواقع، والواقع كيوجب علينا أننا نعترفوا بالجميل ديال هاد الناس، نعترفوا بالتضحيات ديال هاد الناس. إذا خصنا نعاونوهم ماشي نستهزئو بهم، خصنا نعيطو لهم الوقت اللي نكونو محتاجينهم، نعيطو لهم الوقت هانتوما كتشوفو مباشرة على قناة شوف تيفي، ناس بعيون لا تنام. حنا انا دابا خدام، انت غيك ناعس، غدا في الصباح منين تشوف هاد المباشر غادي تكون يلا فقتي، ولكن هاد الناس ما كينعسوش. هانتوما كتشوفو علاش باش يكونوا جاهزين للتدخل في اي لحظه. اذا نتمنوا بان منين تفكر تهز الهاتف ديالك وتتصل بهاد الناس باش تستهزئ بهم، ولا باش تبلغهم واحد البلاغ كاذب، ويخرجوا الشاحنه ديال الاطفاء، ويخرجوا السياره ديال الاسعاف لواحد الحي ولا واحد الزنقه ولا واحد المكان اللي ما كاين فيه حتى شي حاجه، نتمنى انك تفكر وتقول بان هذيك الشاحنه وديك سياره الاسعاف راه واحد اخر كيتسناها وباغيها توصل عنده. اذا ما نستهجاش بهاد الناس اللي هما اصلا كاينين هنا، هانتوما كتشوفوا البرد، واقفين باش يدخلوا في اي لحظه من اجل انقاذ الحياه ديال المواطنين المغاربه. في اي لحظه كنقولها وكنكررها، موجودين هاد الناس من اجل التدخل. اذا منين تبغي تهز التليفون ديالك وتستهزئ، منين تكونوا مجموعين وكتضحكوا وتقولوا نعيطوا للنمره 15، شي واحد فيكم يكون عاقل ويقول لا هذوك الناس راهم خدامين، وهذيك السياره الاسعاف اللي غادي نستهزئوا حنا ونعيطوا ونصيفطوا لشي بلاصه ما فيها والو راه محتاجها واحد السيد ولا السيده، واحد الناس اللي خاصهم هذيك السياره. يعني ما خصناش نستهزئوا بهاد الناس، هادو ماشي ديال الضحك. الا بغيتي تضحك معاه تسناه منين يخرج من التكانة ولا من المكتب ديال تلقي المكالمات وضحك معاه، ولكن منين يكون امام الهاتف اللي كيستقبل النداء والاستغاثة ديال المواطنين ما خصكش تضحك معاه. إذا كنتمنى بأن هذه الرسالة تكون وصلت، وبأن الناس اللي كيحاولوا يتصلوا بالوقاية المدنية من أجل الضحك أو الاستهزاء أو التحرش، وكنسطر عليك كلمة التحرش، عدد كبير من الفتيات اللي كيتصلوا برجال الوقاية المدنية من أجل التحرش. الله يهديكم، هادوك الناس ما كاينينش تما من اجل الضحك او التحرش كيف كتقوموا به نتوما، هادوك الناس كاينين من اجل تلقي المكالمات ديال المواطنين اللي في حاجه لسياره الاسعاف او سياره اطفاء الحرائق من أجل التدخل. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر،
شكرا على تتبعكم لقناتنا قناة شوف تي في. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. نتمنى أن هذه الرسالة توصل لعدد كبير ديال المواطنين باش ما يبقوش يفكروا يتصلوا برقم 15 من أجل الاستهزاء. ملي كنقولوا رقم 15 ديال البقية المدنية كنقولوا رقم 19 ديال الشرطة وكنقولوا رقم 177 ديال الدرك الملكي. هاد الأرقام ديال الاستغاثة ماشي ديال التهكم والتسلية. الله يعاونكم.